السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وكما تلاحظون وضعت الفلاشة في الجهاز أو مفتاح الـ USB، بعدها مباشرة أذهب إلى منيو ثم إلى Configuration Edition، أقوم بهذه الطريقة ضبط المصنع. دونك اذا 0000 اقول له كل شيء تو، ليس القنوات او قنوات الراديو او الاعدادات الاخرين، اذا اقوم بتو. نعم ننتظر. دونك اذا تحول الجهاز الى اول مره كيف اشتريناه من المصنع او الى ضبط المصنع. بعدها اتوجه الى الفلاشة او الكلي USB، ادخل الى الداخل فاجد الملف الذي تم فك الضغط عليه gxrom.bin، اقوم بعملية التحيين، اضغط على اوكي. Do you want to update software database؟ اقول له نعم yes. هنا يبدأ بعملية التحيين، اذا في هذه المرحلة لا يجب فك الكهرباء عن الجهاز وإلا سنقع في مشكل البوت. ننتظر حتى يقوم بعملية التحيين. إذن لما يصل إلى 100% سيعيد ننتظر حتى يقوم بالاشتعال مرة ثانية. كما تلاحظون اشتعل وقام بالتحيين. وكما نلاحظ إذا قمنا بالنظر إذن software version 2.74، إذن قام بالتحيين التي خرجت يوم 20 فبراير 2020. الخطوة الثانية أقوم للمرة الثانية بإعادته، هذا بعد التحيين، إلى ضبط المصنع 0000 للمرة الثانية بعد التحيين. نعم Do you really want to continue؟ نعم. أقوم ب هنا أنا شخصيا أقوم بهذه العملية كل مرة يخرج تحيين جديد من ستارسات. في هذه الحالة أقوم بنزع الخيط الكهربائي، ليس إطفائه من الخلف وإنما بنزع الخيط الكهربائي، وأنتظر حوالي 20 ثانية أو 30 ثانية ثم أعيد تركيبه من جديد. وهكذا أقوم بهذه
الخطوة. وأنتظر، وكما تلاحظون فإن جهازي انطفأ كلية حيث نزعت الخيط عن الكهرباء. ثم أنتظر عدة ثواني. الآن سوف أعيد الخيط إلى مكانه. وكما تلاحظون أعدت إشعال الجهاز في انتظار إقلاعه. كل شيء تمام. وأخيرا أقوم باسترجاع القنوات التي كانت مخزنة في الجهاز. إذا كنت عملت فيديو في هذا المجال أو في هذا الخصوص، كيفية تخزين القنوات في الجهاز وكيفية استعادتها دون اللجوء إلى الكلي USB أو الفلاشة. إذن أقوم باستعادة الملفات سابقا التي خزنتها يوم 25/2 على الساعة 13:50. أقوم بالتأكيد أوكي، ديزل نعم، أنتظر، ثم مباشرة أجد القنوات التي كنت قد خزنتها من قبل داخل جهازي. وكما تشاهدون قنوات الإخبارية، القنوات الجزائرية لأنني هنا الجزائر، القنوات للأطفال الصغار، الله يبارك، كما تشاهدون كلها تسير ولا تمشي، قنوات education أو قنوات بما فيها الأرامسي ديكوفيرت، و القنوات الأفلام، قنوات الأفلام، قنوات الرياضية بين سبور RMC. وكما تلاحظون فهي حاليا ليست ملونة لأنني لم أقم بعد بتفعيل السيرفر. إذن أقوم بتفعيل السيرفر، أذهب إلى الرقم 40، وقبل ذلك أقوم بتفعيل سيرفر كاشي كما في الفيديو ما قبل الأخير قمت بهذه العملية، وهي وضع القناة رقم 39 ثم الضغط على رقم 3، على الرقم 3 هناك رقم 1 كوبي، رقم 2 كولي، رقم 3 شانجي لي سيرفر بار ديفو. أقوم بالضغط على رقم 3، أقول له نعم، ننتظر، وستلاحظون تفعيل سيرفر كاشي بعد قليل. السيرفر كاشد راه مفعل، أنا دونك فعلت السيرفر رقم 39، القناة رقم 39، وفعل الآن
مباشرة أجد الفوريفر 31 مفعل. إذن نعود إلى القنوات ونجدها ملونة باللون الأحمر أي مفعلة. وكما تلاحظون ولا كل شيء تمام.